هذا الفيديو هذا اخوتي غادي ندير سلسله جديده في القناه اللي هي عباره عن افضل خمس اشياء اخطر خمس اشياء بحال هكا ارعب خمس اشياء تقدر تكون خمس اشياء او 10 اشياء. المهم هذه هي الفكره ديال هذه السلسله هذه. وابتداء من هذا الفيديو هذا كما غنشوف العنوان في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم افضل خمس ديستراكات في المغرب بالنسبه لي انايا. قدر بزاف منكم يختلفوا معايا في الترتيب هذا، مرحبا حطوا لي في لي كومونتير الاختلافات اللي بيني وبينكم وعلى الراس والعين، ويلا نبداو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنعطيكم افضل خمسه ديال الديستراك في المغرب لسنه 2017 بالنسبه ليا انايا. بلا ما نطول عليكم اخوتي الفيديو كيف العاده، ما تنساوش اللايك وسبسكرايب وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، ويلا نبداو الفيديو ديال اليوم. وقبل ما نبداو اخوتي، نقيت اللي عطيت هاد الخمسه ديال الديستراكات، نقدت على الفلو ولا ستري ونوعيه الكلاش، واش تخسر الهضره واش نقي كلاشات، المهم نوعيه الكلاشات تكون نقيه. هادشي علاش نقدت ويلا نبداو المرتبه الخامسه. Nigga go crazy on yappers, run with them choppers, cooking up beef with that china. I'm a young nigga who solid, max on that shotter, duck TG, that's on my mom. في المرتبة الخامسة اخوتي ديستراك ديال شياطة ديزولي وماشي دي زد اي. خلينا نسمع شوية من هاد ديستراك هذا ورجع نقول لكم علاش عطيتو المرتبة الخامسة. كنتي من بدا بدا كل برتوز، من بعد ديزولي بقينا في التوز. نجبد ديزولي ما كيحملوش، كيجاوبو بلي دخلو الفلوس. صفيت تشهرت في الكون، ولا عندي ايفون، بقيت معفون، انا فوكاري شد ستون. عطيتو المرتبة الخامسة اخوتي لحقاش الفلو باش لعبو بعض شي دراري كان ناقص شوية، بليس الكلاشات اللي كانوا فيهم الوالدين بزاف، هادشي اللي خلاني انا نعطيه المرتبة الخامسة. في المرتبة الرابعة كاين ديزولي سكوزا، نسمعو ديزولي سكوزا ورجع نقول لكم علاش عطيتو هو المرتبة الرابعة. داكشي اللي قلت على الشياطه غادي نقولو على سكوزا، تخسر الهضره اون بليس سب الوالدين، هادو هما اللي خلاني نرجع ديستراك ديال سكوزا المرتبه الرابعه. كان بامكانه يكون في المرتبه الثالثه او الثانيه، ولكن هاد الحوايج هادو اللي خلاوني انا نحطو في المرتبه الرابعه. من ناحيه الفلو زوين، ومن ناحيه لانستري حتى هو زوين. في المرتبه الثالثه اخوتي الديستراك ديال ادم حمريطه وعمران ويلي، غنسمعوا الديستراك ونرجع نقول لكم علاش تواطيتو المرتبه الثالثه. اللي عجبني في هاد الديستراك هذا هو لانستري، لانستري كان زوين بزاف بزاف، كتزهى معاه صراحة كتزهى معاه. في المرتبة الثانية اخوتي شريف بديش من والو، نسمعوا شريف بديش من والو ورجع نقول لكم علاش حتى هو عطيتو المرتبة الثانية. علاش عطيت المرتبة الثانية لشريف؟ لحقاش غنى بواحد الطريقة اللي زوينة، فلو كان زوين، لانستري لا تمزكشي ليه ودرتي الكاسك غادي تحس بلي انا لانستري حتى هو زوين، كلاشات كانوا نقيين ما كاينش شي كلمة خايبة في ذاك الديستراك كامل، دونك هادشي اللي خلاني انا نعطيه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى خوتي كنظن بزاف منكم غيتفقوا معايا على هاد المرتبة، لحقاش هاد الديستراك هذا غيستاهل المرتبة الأولى اللي هو يوتيوبر أيمن جيم، نسمعوه ونرجع نقول لكم علاش عطيته المرتبة الأولى. حلو ودنيك يوتيوبر يوتيوبر جيت نكلاشي ما جيش لكلاسي، زبل الدراما ضرني في راسي، هضرات بنادم ما كتوحلش في دراسي، ما كنرجعش لباسي كنزيد في دراسي، بيض كحل حمر هذاك يوتيوب نسى بلا ما تصفر، فكر بعيد راك ماشي في قبر بلاصه الخدمه انت جاي تقطر، خراج العينين شادين فيه الماستر، موضه واحد عاودوا 1000 بودكاستر، اللي دخل فيه بالغادي يولي
ستريمر حط جيم واحد كل كان جيمر. المهم خلاصة القول على الديس تراك هذا هو انني عاودته اكثر من 50 مرة. فوالا اخوتي كانوا هادو هما افضل 5 ديس تراك بالنسبة لي انا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش اللايك سبسكرايب بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم وشوفكم الفيديو الجاي. Go crazy on yappers, run with them choppers, cooking up beef with that China. I'm a young nigga who solid, max on that shotter. Duck TG, that's on my mama. Show me a check or show me respect. Either way you go, I'm coming for next.